السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفينيت جيمنج. فيديو اليوم عن 55 معلومة يجب معرفتها عن لعبة The Last of Us 2. وبطبيعة الحال لعشاق The Last of Us بأنحاء العالم ينتظرون تاريخ 19 بفارغ الصبر لاستكمال مغامة إلي ومعرفة باقي تفاصيل الحكاية عقب الجزء الأول الذي حقق نجاحا باهرا ويعد من أفضل ألعاب الجيل. ولكن بنفس الوقت الجزء الثاني تعرض لمشاكل عديدة، أبرز التسريبات التي جعلت جمهور اللعبة ينتقدون المخرج دارك مان ويقولون أنه أفسد القصة. والمخرج نفى أن تكون تسريبة قد عرضت القصة كاملة وقال بأن التجربة ستكون مختلفة عن مشاهدة الفيديوهات المسربة. عموما إذا كنت تنوي شراء الجزء الثاني حين صدور اسمحوا لنا باستعراض أهم المعلومات التي تحتاجون معرفتها عن اللعبة. طيب يا جماعة الخير خلونا نبدأ بأول معلومة، مشاهدة ممتعة للجميع. اللعبة ليست عالم مفتوح، إنما ستتضمن مساحات شاسعة للاستكشاف، وحتى قد نصادف قصص جانبية ومواجهات عبر استكشافنا لهذا العالم. نظرا لاتساع العالم سيتم توفير الأحصنة كوسيلة تنقب العالم، وتصف بأنها شديدة الولاء والذكاء وسوف تعود إليك من تلقاء نفسها. والعالم يتكون من بيئات مختلفة ذات تضاريس عديدة مثل المناطق الثلجية والأماكن التي تكسوها الأعشاب والأشجار بفعل الزمن. ووضع فريق نايتي دوغ كثير من التفاصيل من أجل تجسيد المدن باللعبة بناء على نسختها الأصلية بالحياة الواقعية. وسنتمكن من استكشاف مدينة سياتل بأبراج العالية وضواحيها. وكذلك اللعبة تستعين ميزة من أنشارتد، وهي الحبال التي يمكن استعمالها في التنقل بالعالم أو الترجح لوصول أماكن جديدة. ولأول مرة سيتم استخدام القارب للتنقل في الأماكن الغارقة، وكذلك ستتمكن إلي من السباحة والغوص. سنشهد وجود طائفتين يتصارعان باللعبة لبسط السيطرة على سياتل. اسم الطائفة الأولى واشنطن ليبريشن فرونت، وهي فئة مسلحة كانت تهدف ببداية نشأتها لتحرير سياتل من الجيش، لكنهم سرعان ما باتوا أكثر وحشية وأهدافهم السيطرة. وقد حصلوا على شتى أنواع الأسلحة من الجيش ويقتلون أي شخص غريب عنهم، ويعتمدون على الكلاب الذين سيتمكنون من تقفي أثرك. الفئة الثانية هي جماعة دينية تعرف باسم سيرافايتس، معروفة باستخدام أساليب التسلل واعتمادها على أسلحة البيضاء. وتقوم هذه الجماعة بالتنكيل بخصومها عبر تشريحهم بالسكاكين. وهذا التنوع بين الفئتين يحتمل عليه كلاعب استخدام طرق منوعة باللعب وتغيير التكتيك حسب الظروف، مما يضيف التنوع بالتجربة. واللعبة ستقدم ميزة الاستماع، بحيث تتمكن إيلي عبر تركيز سمعها من التعرف على أماكن تواجد أعدائها. وعند تواجد الكلاب فإن ميزة الاستماع ستتيح لك رؤية أثر رائحته الشخصية، بحيث تتمكن من الهرب من ملاحقة الكلاب لها. وخلال استكشاف العالم يمكنك العثور على مواد الاستخدام في صناعة الذخيرة والمعدات مثل كاتم المسدسات وأدوات العلاج وأيضا سهام متفجرة. وهناك تنوع بالأسلحة مثل القوس للمسافات القريبة وبندقية للمسافات البعيدة. وتستطيع إلي الزحف بجانب الانبطاح أرضا. خلال هذا الوضعية يمكنها استعمال أسلحتها ضد خصومها. واللعبة ستمتلك نظام QTE، أي ستعين عليك ضغط زر معين بوقت محدد لتنفيذ ضربات ناجحة ومؤلمة للأعداء. ويمكن استخدام عناصر التمويه لجعل أعدائك يتقاتلون مع بعضهم البعض. وأيضا يمكن للاعب أن يحتمي بالعشب، لكن عليك الحذف. العدو يمكن أن ينتبه إليك بحال اقترب منك أو كان بمنطقة عالية. وسنشهد عودة وحوش عرفنا بالجزء الماضي مثل الكليكر الذين يهاجموك عندما تصدر أصوات أثناء الحركة فهم فاقدوا البصر. وهناك الرانر هو أسرع من كليكرز، أما ستاكر فيستطيعون الانقضاض عليك فجأة. وأخيرا هناك الشامبلر يعد أبطأ من غيره، لكن يمتلك قوة كبيرة، وعندما يقترب منك سيطلق انبعاثات سامة وحارقة جدا. وتم تطوير الذكاء الاصطناعي باللعبة بشكل كبير، فمثلا كل عدو سيمتلك اسم خاص به وسوف ينادون بعضهم بهذا الأسامي. وسنلاحظ عند قتلك لأحدهم كيف أن زملاء سيغضبون بشدة. واللعبة تضم شدة مهارات كبيرة تنقسم لأربع فئات، وهي سيرفايفر كرافت وستيلث وبرسيشن. ومن ضمن المهارات التي نستطيع فتحها هي تحسينات على السم مود وسرعة المعالجة وزيادة معدل الصحة وتطويرات بنظام الصناعة. واثناء رحلتك ستشهد وجود شخصيات مرافقة تساعدك بالتصدي للأعداء بينهم دينا وجيسي، والحلفاء سيساعدونك في اكتشاف العالم او رصد الأعداء او قتال الوحوش. وتم التعديل على ورك بنش وجعله اكثر واقعي ويذكرنا نوعا ما بما رأيناه بلعبة ريد ديد 2. وعبر هذا النظام يمكننا تطوير الأسلحة وجعلها اكثر فتكا والتعديل على امتداد السلاح وسرعته في اطلاق النار. القصة تجري أحداثها بعد مرور 5 أعوام الأحداث الجزء الأول، حيث تكون إيلي قد بلغت من العمر 19 عاما وبدأت تعيش حياتها مستقلة عن جول. وببداية اللعبة سنجد كل من جول وإيلي انتقل لعيش في بلدة جاكسون التي تمكنت من إيجاد سبل التعايش مع انتشار الفيروس، وباتت مستوطنة كبيرة تضمن الكثير من الناجين. وبمنطقة جاكسون تتعرف إيلي على صديقتها دينا ويترافقان برحلة استكشاف للبحث عن الموارد وحماية المستوطن من الأعداء. القسم الأكبر من القصة ستجري في مدينة سياتل التي كانت بمثابة منطقة حجر صحي، لكنها تحولت لساحة حرب بفضل ميليشيا وجماعة سكارز. قصة الجزء الثاني تركز على تحول النفس الكبير في شخصية إيلي مدفوعة برغبتها في الانتقام. يبدو بأن إيلي ستصبح بهذا الجزء أكثر قساوة وعدوانية وعديمة الرحمة، وهذا يظهر بطريقة ذبحها للأعداء بعنف واتخاذ رهائن بشرية. وإيلي ستشعر دوما بأنها أقل فتكة من خصومها وأقل شأنا منهم، وعليها الاختباء بشكل دائم.
الجزء الأول يصنف بفئة المغامرات، ولكن الجزء الثاني يصنف أكثر بفئة الأكشن والحركة، وسيغلب عليه طابع العنف بعكس الأول الذي غلب عليه طابع المحبة. اللعبة ستدعم PlayStation 5 وستعمل عليه بسلاسل حسب وصف جيم راين. المطور استخدم أحدث التقنيات واستغل كافة القدرات المحرك ليقدم تجربة تلامس على المعايير الواقعية، مثل التضخم الأوردة الدموية بحسب الحالة النفسية للشخصية، أو إحمرار الجلد عند التعرض للضرب حتى تتضمن تفاصيل ما يحدث عند التأثر بمشاعر عاطفية بالعين، حيث ستشاهد ظرف الدموع وإحمرار العينين بشكل واقعي. التفاصيل الواقعية ستنطبق كذلك على الأعداء وعناصر أخرى بالعالم، في طريقة تفاعل العشب مع الشخصية الرئيسية، أو عندما يتم قتل أحد الأعداء سنلاحظ تفاعل زملائه مع وفاتهم بالغضب والصياح. أكد المطور بأننا بالجولة الأولى من اللعبة غالباً لن نتمكن من وصول لأقصى مستويات ومهارات والعتاد، لأنه سيفوتنا كثير من المهام الجانبية والأشياء اللازمة بتطوير كل شيء. لن يكون عليك دوم القتال، بل يمكنك بعض الأحيان الهرب وتجاوز مناطق مليئة بالأعداء. وأكد المطور أن تم تصميم المراحل لتكون مفتوحة، حيث يمكن أن يكون هناك عناصر خصوصية أو لحظات اشتباك قد يفوتها اللاعبين، وهذا يعتمد على مدى استكشافك لعالم اللعبة. فإذا قدمت الجو للاستكشاف قد تصادف قصص جانبية وأمور أخرى، وستشعر كأنك قمت باستكشاف شيء مثير. اللعبة ستقيم وزنك كذلك للخيارات التي تختارها كلاعب للقيام بتلقية سلاح معين أو مهارة لشخصيتك، فالموارد باللعبة غير كافية لتتمكن من تلقية كل شيء من أول تجربة لعب. فأي خيار تقوم به عليك أن تتعايش معه فيما بعد. بحسب ستوري فهو أراد أن يتكم كل الخيارات التي يمكن يقوم بها اللاعب تمتلك تأثير معين على طريقته باللعب. بعكس الجزء الأول يمكنك البقاء بوضعية التسلح حتى تنهي المهمة بأكملها عبر استخدام عمليات القتل الخفي والأسلحة الصامتة. يمكنك لا تتعرض للكشف من قبل الأعداء. الذكاء الاصطناعي المطور للأعداء يجعلك تشعر بالتوتر الدائم عند مواجهتهم، فما يعرفون بعضهم البعض ويتعاونون مع بعضهم ضدك. وبحسب موقع يورو جيمر فإن هذه اللعبة تتفوق على باقي السلاسل بطريقة حبكة القصص الجانبية ونسج مئات القصص التي تحاكي عالم ما بعد الكارثة. وموقع جيمز ريدا يقول بأن اللعبة يمكن تخلق كثير من العواطف المعقدة التي ستترك بصمتها بالقصة، وبأن اللعبة سيتم الحديث عنها لفترة طويلة. ولن ننسى اللعبة سيتم حظرها ولن تصدر بالشرق الأوسط، وجاء الحظر بعد رفض المطور إجراء أي تعديلات أو تغييرات على اللعبة. طيب يا جماعة الخير، هذه كانت 55 معلومة يجب معرفتها عن لعبة The Last of Us 2. لا تنسوا تدعمونا باللايك والشير، واكتبوا لي في التعليقات توقعاتكم مستوى نجاح هذه اللعبة. كان معكم عادل من قناة Infinite Gaming، وانتقانا في فيديو القادم. سلام.